السلام عليكم، معكم الدكتور عمر عبد الملك، إكسبير في ديزاين اوف امبيدد سيستم من انترنت اوف ثينكس. عندي عدة سنوات خبرة في الكترونيك اندستري، وعملت في عدة مجالات منها الميديكال، الريلوي، الاندستري 4.0، سمارت سيتي. اليوم راني نعمل مع عدة شركات في الريسيرش ديفلوبمنت تيم. كما شفتوا في الانترودكشن، اليوم راح نتكلم على الامبيدد سيستم ديزاين ونشوف ابليكيشن في الانترنت اوف ثينكس. لهذا قسمت البرزنتيشن تاعي الى 4 اجزاء. الجزء الاول رايح نتكلم فيها على الامبيدد سيستم بصفة عامة ونشوف التفاصيل تاع الامبيدد سيستم. في الجزء الثاني راح نتكلم على الانترنت اوف ثينكس والتطبيقات تاعها في عدة مجالات. اما في الجزء الثالث رايح نتكلم على المراحل اللي نمر بها في الديزاين تاع اي امبيدد سيستم فور انترنت اوف ثينكس. والجزء الاخير ان شاء الله رايح نعرض الديتايل تاع ابليكيشن في الانترنت اوف ثينكس، واللي راح تكون مفاجاه تاع هذا البرزنتيشن. كما راح تشوفوا في السلايد، نقدروا نلقاو امبيدد سيستم في عده مجالات مثل الهوم ابلاينس، يعني الاجهزه المنزليه. نقدروا نلقاوه في الاوتوموتيف، كما نقدروا نلقاو في سمارت فون، سمارت واتش، بي ال سي اللي نستعملوها في التطبيقات في الاندستريال ابليكيشن مانيفاكتشرين. نقدروا نلقاو الامبيدد سيستم في الميديكال اكويبمنت، كما نقدروا نلقاو الامبيدد سيستم في الريلوي سيكتور مثل انظمه التحكم في الترين. وهذا الأنظمة عندهم خاصية مشتركة، أنه الداخل فيهم إلكترونيك بورد اللي فيها الامبيدد سيستم تاعنا، اللي هو عبارة عن كومبوننت مايكرو بروسيسور. رايحين نشوفوا ديتاي تاع هذا الكومبوننت في سلايد الجايين. الامبيدد سيستم هو نظام حوسبة متخصص، فيه الداخل أجهزة تعتمد على شريحة رئيسية اللي هي الام سي يو، مايكرو كنترولر ومايكرو بروسيسور. وهذه الأجهزة تختلف على حساب وين رايحين نستعملوا هذا الامبيدد سيستمز. الامبيدد سيستم تتمتع بعدة خصائص. الخاصية الأولى هي low power، انخفاض في استهلاك الطاقة، الفعالية الكبيرة، واللو كوست يعني التكلفة تاعو تكون صغيرة. كما تشوفوا في هذا الدايجرام، الامبيدد سيستم دائما عنده الانبوت والاوتبوت، وهو يخدم في انفايرمنت وفيه سوفتوير زائد هاردوير. هذا السوفتوير والهاردوير يتعاملوا مع اليوزر انترفيس، يعني حاجه خارجيه، ولا يقدروا يتعاملوا مع اوذر سيستمز. الامبيدد سيستم خاضع لقيود الريال تايم، يعني يكون الاستجابة تاعو في وقت صغير، ولازم يستطيع القيام بعدة عمليات في نفس الوقت، ويتعامل مع الأخطاء من دون أن يتحطم. هنا نشوف المكونات الرئيسية للامبيدد سيستم. كل شيء متركز على الام سي يو والمايكرو كنترولر، اللي يكون متصل مع باقي الاجزاء عن طريق باس. الاجزاء هذه اللي هي عباره عن اوتبوت مثل الاكسيونر والمصباح مثلا، انبوت اللي تقدر تكون مستشعرات، سنسر مثل التمبيراتشر والهيوميديتي، والميموري لتخزين البرنامج، البيانات والبارامتر والاحداث. كل امبيدد سيستم خاضع لمفهوم الجنرال هيراركي. ما معنى هذا؟ هو تقسيم النظام الى مكونات سب سيستم، واي سب سيستم نقسموه الى كومبوننت، يعني واي كومبوننت نقسموه الى سب كومبوننت. وكتش نتوقفوا عن هذا التقسيم لما لا نستطيع انتاج السب كومبوننت محليا في الشركه. تذكروا لي هذه الخاصية جيدا، لأننا سوف نستعملها كثيرا في السلايد القادمة. دعونا الآن نرى هذه الخاصية في مجال صنع السيارات. كما ترون هناك العديد من المكونات في السيارة، وكل مكون
نقوم بتقسيمه إلى مكونات فرعية. لنكون أكثر وضوح، دعونا نرى المزيد من التفاصيل في السلايد القادمة. كما توضح الصورة، السيارة تتكون من بطارية، عجلات، مكابح، والترانسميشن اللي هي علبة النقل، والمحرك. سوف نركز على المحرك. كما تلاحظون، لما نقسم المحرك نجد عدة أجزاء component. دعنا نركز على المكبس اللي هو البيستون. لما نقسم البيستون إلى عدة أجزاء سوف نجد عدة أجزاء ميكانيكية. تقسيمنا يتوقف في هذه المرحلة لأننا نستطيع تصنيع هذه الأجزاء محليا، لأننا سوف نستوردها من متعامل آخر ومن شركة أخرى. نظرا لأهمية خاصية General Hierarchy، دعنا نوضحها في نظام إلكتروني آخر هو الموبايل فون. أول شيء نقوم به بعد تقسيم السيستم إلى عدة أجزاء هو توضيح العلاقة بين هذه الأجزاء بالبلوك دايجرامز، كما توضح هذه الصورة. نجد فيها البروسيسور اللي هو المكون الرئيسي متصل بعدة أجزاء. هذه الأجزاء تقدر تكون input وتقدر تكون output and memory. الانبوت مثل المستشعرات التي نجدها هنا، اكسلوروميتر، جيروسكوب، بوصلة and barometers. الاوتبوت مثل معالج الصوت الذي يقوم بمعالجة الصوت، والميموري كما نلاحظ هنا. وهذه الأجزاء التي سوف نجدها بعدين في البي سي بي، البرنتد سيركوت بورد اوف موبايل فون، كما تلاحظون في هذه الصورة. الآن سريعا دعنا نوضح هذه الخاصية في نظامين آخرين. الأول اللي هو السمارت واتش، هو نفس الشيء. بعد تقسيمها إلى أجزاء نوضع العلاقة بالبلوك دايجرام كما توضحه الصورة، ونجد نفس المكونات الرئيسية، البروسيسور، الانبوت اللي هي مستشعرات، عندنا ميموري، اوتبوت اللي هي معالج الصوت. وهذه المكونات اللي راح نجدها في نهاية في البي سي بي، البرنتد سيركوت بورد. اخر نظام نتكلم عليه هو السمارت تي في كما توضحه الصورة. نفس الشيء، بعد تقسيمه إلى عدة أجزاء نعمل بلوك دايجرام اللي يوضح العلاقة بين هذه الأجزاء كما توضحه الصورة. هناك input, output and memory، وهذه الأجزاء هي اللي سوف نجدها على البورد تاع هذا السمارت تي في. ارتأيت أن أضيف هذا السلايد لأؤكد مدى أهمية هذه الخاصية والخطوة في ديزاين اوف امبيدد سيستم. حتى الأنظمة المعقدة، الجد معقدة، تتبع هذه الخطوة المهمة. دون الدخول في التفاصيل، هذه الصورة تبين دايجرام، بلوك دايجرام لمقاتلة حربية. الآن سوف نتطرق إلى البرودكت لايف سايكل. لكل نظام مهمة يقوم بها أو مشكلة يعالجها في محيط معين. قبل البدء في تصميم أي نظام، يجب القيام بعملية تحليل هذا النظام في البيئة التي سوف يكون فيها. بعد هذا التحليل نستخرج متطلبات requirement المتعلقة بالمهمة، السلوك والمكونات. هذه المتطلبات هي التي تقود عملية التصميم. Second diagram يوضح حياة البرودكت. نبدأ بالتصميم product، بعدين development. الخطوة الثالثة هي production والindustrialization. بعدها تجي الخطوة utilization، استعمال نظام في البيئة تاعو. في نفس الوقت يكون فيه مرافقة المستعمل هو سيبول. وآخر خطوة هي الريتايرمنت، نسحبه من الماركت.
الآن بعدما تكلمنا على تفاصيل امبيدد سيستم في الجزء الأول، في الجزء الثاني سوف نتطرق لموضوع الانترنت اوف ثينكس وتطبيقاتها في بعض المجالات. كما تكلمنا سابقا، انترنت اوف ثينكس هي تطبيق خاص للامبيدد سيستم. فما هي تفاصيل هذا السيستم؟ هو نظام مجهز بـ MCU مستشعر سنسورز وتقنية اتصال تسمح له بالاتصال بالعالم الخارجي. نظام IoT هو مجموعة من المكونات التي تعمل معا ليعطى قيمة مضافة وليس مجرد نظام متصل. هذه المكونات ذات ثلاث طوابع مختلفة. المكون الرئيسي اللي هو الديفايس مجهز بتقنية اتصال، وهذه الأخيرة هي اللي أعطت ولادة الانترنت اوف ثينكس. والمكون الثالث هي المنصة الرقمية لإعطاء هذه البيانات المجمعة قيمة. هذه المنصة الرقمية قد تكون منصة بيج داتا، ارتفيشال انتليجنس، أو أي منصة رقمية تقوم بإظهار البيانات المجمعة على شكل جرافيكس. استعمال أنظمة IoT عرف انتشار واسع في السنوات الأخيرة، حتى فاق عدد مواقع الانترنت وعدد الكمبيوترات. نظام IoT عنده تطبيقات عديدة وكثيرة تعتمد على البيئة المتواجد فيها هذا النظام. من إحدى تطبيقات IoT هي سمارت هوم، أو المنزل الذكي، الذي لاقى انتشارا واسعا. باستعمال الهاتف الذكي نستطيع التحكم في وظائف المنزل ومراقبتها باستخدام IoT Object. مثال على ذلك السمارت لايت، نظام إضاءة ذكي. أيضا نجد التحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد وضمان الأمن للمنزل باستعمال أنظمة مثل كاميرات المراقبة والكشف عن وجود أشخاص غرباء. في هذا السلايد سوف نعرض مكونات المدينة الذكية باستعمال الانترنت اوف ثينكس. من بين التطبيقات هي مراقبة جودة الهواء او التلوث الطبيعي بمستشعرات تكون في مختلف نواحي المدينة. من التطبيقات المهمة ايضا هي تنظيم حركة المرور، الترافيك مانجمنت. باستعمال اجهزة IoT نستطيع ان نعرف في اي وقت تدفق حركة المرور، وهذه خاصية مهمة خاصة في المدن الكبرى. ومن بين التطبيقات التي تضمن كفاءة في استهلاك الطاقة هي إدارة إنارة الشوارع كما توضحه الصورة. تطبيق آخر هو إدارة سلسلة إنتاج المواد الغذائية. كما تلاحظون نستطيع تتبع كل مراحل تصنيع المادة الغذائية ومعرفة ماذا إذا تم احترام شروط التصنيع. أيضا نستطيع نتبع كمية الإنتاج وكمية الاستهلاك للقضاء على ظاهرة الاحتكار. نجد IoT أيضا في مجال التصنيع. فباستعمال Internet of Things Object نستطيع مراقبة سلسلة التصنيع وحالة الماكينات التي تقوم بالتصنيع بهدف تحقيق الجودة واستمرارية الإنتاج. وأخيرا نوضح استعمال Internet of Things في المجال الزراعي. بتثبيت مستشعرات نستطيع تنظيم نظام السقي وتتبع نمو المحاصيل الزراعية بهدف تحقيق الجودة في المنتوج الزراعي. بعدما عرفنا ما هي الامبيدد سيستم وما هي الانترنت اوف ثينكس ومختلف التطبيقات، دعنا نوضح ما هو مشروع انترنت اوف ثينكس بتبيين جميع الخطوات الرئيسية والتقنيات المعنية وكل الاستثمارات المرتبطة بالمشروع. لإنجاح مشروع IT يجب أن نمر بعدة مراحل، بداية من البوك Proof of the Concept، إثبات صحة التصميم، اختباره في الميدان والبيئة التي سوف يكون فيها Field Testing. نكمل هذه المرحلتين بمرحلة مسمت البوت Proof of the Technology، وهي خطوة الاختيار وتأكيد التكنولوجيا التي سوف تستعمل في المشروع. بعد هذه المراحل نكون قد أنهينا التصميم ونشرع في عملية التصنيع للحصول على المنتج النهائي التي سوف تتم نشره وتوزيعه على المستهلك النهائي. لكن دون أن ننسى
مرحلة مرافقة المستهلك بعد اقتناء المنتج، التي تكون عبارة عن تحديث أو معالجة مشاكل أو تصليح المنتج المعطل مثلا. الآن دعنا نستعمل كل ما عرفناه في تجديد مشروع في الانترنت اوف ثينكس. أول سؤال قبل أن نبدأ أي مشروع، ما هي المشكلة التي أريد حلها باستعمال الانترنت اوف ثينكس؟ سوف أدعكم تستنتجونها في السلايد التالي. ما هي المشكلة؟ من الواضح أنكم استنتجتم وعرفتم المشكلة التي نريد حلها. اختياري لهذه المشكلة لم يكن تلقائيا، لأنني كل أسبوع لما أشاهد الأخبار أرى مثل هذه الحوادث، آخرها الأسبوع الفارط. المشكلة التي نريد حلها هي كشف تسرب الغاز والكشف عن الحرائق. الآن دعنا نبدأ بالعمل على هذا المشروع. كما تكلمنا في الجزء الأول، انطلاقا من المشكل الذي نريد حله، نستنتج متطلبات النظام requirements. هذه requirement هي عبارة عن متطلبات متعلقة بالسلوك behavior، متطلبات متعلقة بالبيئة أو المجال الذي سوف يكون فيه النظام، متطلبات متعلقة بمكونات النظام. بالنسبة للمشروع الذي سوف نعالجه، كل هذه المتطلبات موجودة في هذا الجدول، وكل المتطلبات لها رقم. هذا يسهل عملية تتبع التطوير. لو تتذكرون خاصية General Hierarchy التي تكلمنا عنها في الجزء الأول، هنا سوف نقوم بتطبيقها. أول حاجة عندنا Requirements وعندنا Systems. السيستم يحتاج إلى مستشعر حريق، نضع مستشعر حريق. النظام يحتاج إلى مستشعر للغاز. النظام يحتاج إلى منذر في حالة كشف تسرب غاز أو حريق. النظام يحتاج إلى عنصر للتزويد بالطاقة. النظام يحتاج أيضا إلى معالج ليقوم بمعالجة أي مهمة يقوم بهذا النظام، مثل تحليل تواجد الغاز إذا فاق عتبة معينة، تشغيل الإنذار بتشغيل صفارة الإنذار. النظام يحتاج كذلك لمكون يضمن الاتصال وتوصيل المعلومة إلى المنصة الرقمية. أخيرا النظام يحتاج إلى واجهة مستخدم لمعرفة حالة النظام. كل هذه المكونات تكون متصلة ببعضها البعض عن طريق الباسس. الآن نمر إلى مرحلة Proof of Concept لتأكيد التصميم وكل المكونات التي أخذناها بعين الاعتبار في التصميم. نقوم بعد ذلك بتجربته في البيئة المخصصة له، مع أخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة في النظام، يعني الفيلد تيستين. هنا ما تبقى لنا إلا أن نبدأ عملية التصميم النهائي والتصنيع. وللقيام بعملية التصنيع يجب المرور بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الهاردوير ديزاين. لما نؤكد اختيارنا لجميع مكونات النظام، نقوم بعمل سكيماتيك، وبعدها نضع هذه المكونات على البي سي بي. هذه المرحلة نقولها place and route. بعدين هذه المرحلة نقوم بتصنيع البي سي بي، بعدها نركب المكونات على هذه البي سي بي، وهنا نكون قد انتهينا من عملية الهاردوير ديزاين. الخطوة التالية هي تصميم البرنامج Embedded Systems. في البداية نقوم بعملية على شكل مخلط، وبعدها نحوله إلى برنامج، وباستعمال التول تشين نثبت البرنامج في MCU الذي سوف يقود كل النظام الذي صممناه. المرحلة الأخيرة هي التصنيع الميكانيكي للعلبة التي تحمي النظام. هنا يكون تبادل بين ميكانيكال انجينير اند هاردوير انجينير،
للوصول إلى حل نهائي يرضي كل القيود، قيود ميكانيكية وقيود في الإلكترونيك سيستمز. وهنا نكون قد أنهينا من تصنيع نظام IoT. في هذا السلايد ارتأيت أن أسرد معظم الأدوات المستعملة في مختلف مراحل المشروع، من تنظيم المتطلبات requirement management، تصميم الـ embedded software معروف بالـ firmware، تصميم الـ hardware design، والتصميم الميكانيكي. كما تلاحظون هناك أدوات مجانية وأدوات تجارية. أنا شخصيا أستعمل كثيرا من الأدوات المجانية. من أجل إنشاء شركة متخصصة في الـ Embedded System أو الـ Internet of Things نحتاج إلى عدة كفاءات كما هي موضحة في هذا السلايد. على سبيل المثال الـ Hardware Design الذي يقوم بتصميم البورد، تصميم الـ Components، تصميم أي شيء عنده علاقة بالإلكترونيكس. الـ Firmware Developer هو مصمم Embedded Software الذي نضعه في الـ MCU. Mechanical Engineer. Manufacturing هو الشخص الذي يقود وينظم تصنيع الـ Product. Purchasing It's الشخص الذي يقوم بشراء كل المتطلبات لنجاح المشروع. IoT Network Expertise هذا الشخص مهم جدا لأنه هو الذي يعطينا مدى أهمية أي شبكة نستطيع نستعملها لجعل الأوبجكت كونكتد إلى المنصة الرقمية مثلا. في الويب نجد الباكند انجينير، فرونتند انجينير. الباكند هي المنصة الرقمية، كل ألغوريتم البيج داتا، ارتفيشال انتليجنس، كل اللوغاريتميات التي تنظم فرز الداتا. على سبيل المثال الداتا ساينس هو الشخص اللي يأخذ كل البيانات يعالجها ويستخرج منها معلومات مهمة. البيج داتا إكسبرت هو الذي يقوم بمانجمنت الداتا الكبيرة الحجم. أندرويد أند أبل ديفلوبر للموبايل أبليكيشن. البرودكت مانجر هذا شخص مهم جدا لأنه هو الذي يعمل صلة ما بين الديركتور of the company بين client and بين developers. User and support هذا بعد ما نحط البرودكت في الماركت يلزم أن يكون شخص يسupport the customers. On the field maintenance إذا كان هناك مشكل في البرودكت في البيئة المتواجد فيها نقدر نبعث تكنيشن ليعمل ماتنس. ديبويمنت مانجمنت هذا الشخص ينظم عملية الديبويمنت إذا كان بروجكت على المثال سمارت سيتي. الكاليتي مانجر هو الذي يضمن جودة البرودكت باتباع واحترام معايير محلية وعالمية تختلف من بلد إلى آخر ومن ميدان إلى آخر. لعل بعضكم يتساءل ما هو الهدف من هذه الورشة، ونحن نعلم أن في السوق العديد من كاشفات الغاز والحريق. سوف أجيبكم على هذا السؤال. ارتأيت أن أبدأ أول مشروع في هذا المجال مخصص للجزائر وأعطيته اسم شبكة منقذ. ما هي شبكة منقذ؟ هي عبارة عن تقنية جديدة تربط الاتصال بكل كواشف الحريق والغاز في الجزائر. دعني أشرح بالتفصيل. كما هو موضح في الصورة، كل شقة أو بيت مجهز بكاشف متصل بشبكة منقذ. الهدف هو توصيل الإنذار في أقرب وقت ولأقرب نظام متصل بالشبكة. هذا النظام قد يكون كاشف آخر أو شخص متصل بشبكة منقذ عن طريق الموبايل أبليكيشن. ويكفي أن يكون كاشف واحد على الأقل متصل بشبكة الإنترنت في شبكة منقذ لإيصال الإنذار إلى المنصة الرقمية، من ثم إنذار الجميع الأنظمة المتواجدة في هذه المنطقة. لما كاشف منقذ يكشف تشرب الغاز يقوم بإذاع البيانات المخزنة عن طريق البرودكاست
إلى جميع الأنظمة المتصلة بالشبكة. لهذا نستلم مضطرين لعمل الاتصال بالإنترنت لكل كواشف منقذ، لأننا نعتمد على تقنية المش نتورك، والإنذار ينتقل من كاشف إلى آخر عن طريق هذه التقنية. هنا أوضح عملية تثبيت كاشف منقذ لأول مرة. عند توصيل الكاشف بمأخذ التيار الكهربائي، يجب القيام بعملية الكونفيجريشن. أول حاجة نلاحظها هي وجود واي فاي نتورك باسم منقذ نتورك. بمجرد الاتصال بهذه الشبكة، يتم تشغيل تلقائيا صفحة ويب كما توضح الصورة. نقوم بملء البيانات التي سوف ترسل إلى شبكة منقذ إلا في حالة واحدة، وهي تسرب غاز أو حدوث حريق. البيانات تبقى مخزنة في الكاشف وليس في المنصة الرقمية، وهذا لاحترام خصوصية المعلومات. إذا رأينا هناك ضوء أخضر يعني أن عملية الكونفيجريشن نجحت. لمزيد من المعلومات حول هذه المرحلة سوف تكون هناك فيديوهات تعليمية في قناة المشروع. لنلخص، ما هي شبكة منقذ؟ هي تقنية لاسلكية بسيطة تربط العديد من أجهزة الإنذار الحريق والغاز. الهدف منها هو إيصال الإنذار لأقرب واحد بأسرع طريقة. لتعميم شبكة منقذ عبر كامل القطر الجزائري، اقترعنا 3 أنواع من كاشف منقذ: ابن، أب، وجد. الابن هو أي كاشف منقذ مجهز بتقنية اتصال واي فاي أو بلوتوث وقادر على الانضمام إلى شبكة منقذ. إذا كان هناك منطقتان متباعدتان، يجب تجهيز كل منطقة على الأقل بكاشف منقذ أب لربط المنطقتين البعيدة الواحدة عن الأخرى على الأقل ب 15 كيلومتر. لهذا نريد استعمال تقنية لوراوان، لأنه تم اختيارها في عملية في مرحلة البروف أوف تكنولوجي التي رأيناها في مراحل إنجاز إنترنت أوف ثينكس أوبجكت. وفي حالة بعد المنطقتين بأكثر من 15 كيلومتر، اقترحنا تجهيز كل منطقة على الأقل بكاشف منقذ جد الذي هو مجهز بتقنية GSM لربط المنطقتين، وهكذا نضمن استمرارية الشبكة. وهذا ليس ملزم في المدن الكبرى، لأن الكواشف تكون قريبة من بعضها البعض. أخيرا نختم هذا الوركشوب بصورة توضح كيفية عمله في مدينة مثل الجزائر العاصمة. ما هي المشاكل التي تم حلها عن طريق الامبادد سيستم والانترنت اوف ثينكس في هذا الوركشوب؟ الأول هي تخفيض نسبة الحوادث والاختناق بالغاز والحرائق. ثانيا تخطي مشكلة عدم توفر شبكة خاصة للانترنت اوف ثينكس في البلد، لأنه في الجزائر ليس لدينا شبكة لوراوان، ام بي اي او تي، سيك فوكس، ال تي او ام او 5G. الثالث هو الخدمة مجانية وتعتمد إلا على انتشار الواسع لهذه الشبكة. بالإنجليزية نقول massive deployment. في هذه الصفحة سوف تجدون روابط المشروع وبعض الديمونستريشن. المشروع للعلم إنه مفتوح المصدر، ونرحب بكل واحد يساهم في إنجاز هذا المشروع وتطويره.